المجال الاقتصادي، أصبح بإمكان الشركات والمؤسسات والهيئات أن تقوم بتحليل حركة العملاء من شراء وبيع ونحوه بدقة أكبر. وأكيد صرت تتفاجئ من الأجهزة والآلات قاعد تخترق أفكارك وتعرف توجهاتك الشرائية والفنية والثقافية والاجتماعية، وهذا لا يمكن نقول عنها اختراق صوصية، إنما يمكن نقول عنها عمليات معقدة لتحليل البيانات الضخمة عنك وتفسير اتجاهاتك.